الميت بلفوه بكفن واحد، بس هدول الناس بلفوا الميت أكفان بعدد زوجاته. عايشين بيننا لكن معزولين عنا، طقوسهم غريبة وبيسافروا العالم بدون جوازات. الغجر، القرباط أو النور، وتسميات كتيرة لجماعها موجودين بمجتمعاتنا لكن في غموض بحياتهم خلتهم محط اهتمام الناس. تسموا قرباط لأن إجوا من جبال الكاربات بأوروبا، أما النور فهو مأخوذ من كلمة النور وتسموا هيك بسبب ألوان بشراتهم وعيونهم. أما عن أصولهم فبتختلف الروايات بين إنهم عرب من قبيلة بني مرة حاربهم الزير سالم وحكم عليهم بالنفي والتشرد، وبين إنهم إجوا من الهند وبلاد فارس والبلقان وانتشروا بدول عربية مثل سوريا، الأردن، فلسطين ومصر. ناس بقولوا أنا بني مرة، وناس بقولوا من تركيا، وناس من الهند ومن السند، وما في حكم على الحكي، ولا معروف أصلنا منين ولا فصلنا. النور أو الغجر بيحكوا بلغة البلد الموجودين فيها بالإضافة للغاتهم الأصلية ومنها اللغة النورية. أما دياناتهم بتختلف من جماعة للتانية، جزء مسلمين وجزء مسيحيين، ورغم اختلافهم بالأصل والدين وانقسامهم لكتير من القبائل إلا أنه عشائر النور على اتصال ببعض بكل أنحاء العالم. بعض الدول ما بتعطيهم هويات لأنه بيعتبروهم غير مستقرين لحد الآن، وبيعيشوا بخيام أو بيوت صفيح بأماكن شبه معزولة. بيحتفلوا بالمواليد البنات لأنه بيعتبروا المرأة أساس استمراريتهم، حتى أنه هي اللي بتصرف على البيت. أما المهن المشهورين فيها فهي الرقص وقراءة الكف. من المعروف عنهم أنه بيتزوجوا بكير وبيجيبوا عدد كبير من الأولاد، بس مع الأسف هالأطفال معظمهم ما بيتعلموا بسبب تجوالهم الدائم. لكن رغم محاولاتهم أنه يشتغلوا ويتعلموا ويندمجوا بالمجتمع إلا أنه بيواجهوا الرفض من البعض، والسبب مهنهم السابقة وأسلوب حياتهم، وهذا الشيء طبعاً أثر على فرصهم يعيشوا كأفراد طبيعيين وياخدوا حقوقهم بالعمل. ورغم كل شيء هدول الناس بيعيشوا بسلام بعيداً عن المشاكل والحروب، وبيلتزموا بقوانين البلاد واختلافهم مميزهم. وهاي كانت قصة شعب بتستاهل نشاركها.